عندنا اليوم ونيته مخصصة موجة إبراهيم اليامي، اشتغلنا عليه أول تحويل من جير توماتيك إلى جير عادي خمس نمر جيمس، وهذا الجير اللي كان راكب عليه العادي، وطلب من عندنا حوله إلى نيسان، وهذا جير النيسان اللي من عندنا اللي راح نركبه، وهذه التحويلة حقت الدائر من وراء نيسان، تربط بسامير نيسان حقات الوكالة، من قدام حق المحرك الاس 1 الاس 2 تطبق على نفس سمير الوكالة. راح نغير الجلبة وفحمة جديدة وديسكو صح بإذن الله، بكرة سيتم تركيب الجير على السيارة. صباح قصد جير نيسان سفاري، قبل ركب على الونيتا مخصص، ركبنا على جير نيسان، جبنا له صلاح عصد جير اصلا، هذا عمود الدوران حق الونيتا مخصر، يركب في الجير من امام حق باترول من وراء جيمس، وصله واحده يعني دخله بالصليب الخلفي يغير حق جيمس وديله، من قدام يغير الصليب حق نيسان. الان بنركبه على السياره، تركيب الجير النيسان، العلبة حق تلكرت، والدعسة الداخلية حق الجيمس. أبصور لكم تركيب الجير من تحت، العلبة حق تلكرت حق التيوتا، هذا التحويل حق الجير على نفس الشكمان اللي راكب عليه، هذا الجسر اللي عدلنا عليه الشغل مثل ما انتم شايفين ما شاء الله، هذا ترتيبنا، هذا كرسي الجير، هذا الغادي اللي تركب في الجير النيسان وتركب في الكرسي مثل ما انتم شايفين، هذا الجسر حق الجير حق جيمس نفسه، وعدلنا عليه القاعده هذه اللي تمسك الكرسي وتمسك الجير، وهذا عمود الدوران وصله واحده اللي ركبناه مثل ما انتم شايفين، الصليب الخلفي جيمس والصليب الأمامي نيسان، فيه ذكر وأنثى، ويأخذ يعطي العمود مثل ما انت شايفين، هذا العرموطة ما شاء الله تبارك الله، هذه طريق التركيب. المزيون بنطبق داخليته بعد ما شفت الفرش اللي عليه، يتركبوا له فرشة من عندنا أصلية حق الوكالة مني، ويستاهل لأن هذه حق الوكالة لونها أسود، وهذا ملبسة فوق حق الوكالة بيج، أنا بركب له فرشة بيج من عندنا أصلية مني له ويستاهل. الآن طلعنا على الونيت نشيك على تعشيقات الجير، الآن أول هذا اثنين ثلاثة، هذا أربعة، عداد السرعة شغال، هذا خمسة ما شاء الله تبارك الله، الله يبارك لك أخوي إبراهيم، شايف خيره مكفيك شاء الله. تم انتهاء الموتور ابراهيم اليامي، يجهز التسليم ان شاء الله. اشتغلنا عليه عادة مشروع من جير عادي جيمس الى جير نيسان باص موديل 2006 على علبة الكرت اللي فوق حق جيمس، واللي تحت تويوتا جبنا له تحويله على الدعسة الكرت حق الجيمس الداخليه، غيرنا له الفرشه الارضيه من عندنا مني له يستاهل، وهذا الشكل النهائي من الداخل على نفس عصات الجير الجيمس ما شاء الله، وعداد السرعة شغال واموره بالكامل شغالة، الله يبارك لك اخوي ابراهيم، شايف خيره مكفيك شره، فراج النجاح موقعنا حفر الباطن، مرحب ومسهلا بالجميع.
أوه.